ليش مسافة؟ لا بس قال بده يجي لهون. لك شو نعمل له؟ قال هو مستعد ينسى الموضوع. عال بس إذا نحن ما منعيده. شو هي ما بدنا نعيده؟ قال لازم نحترمه. نحترمه؟ يعني يبعث له يجي؟ لك شو نحن قلعنا؟ تروحي يا دليلي، هو فرك لحاله، راح لحاله، بيجي أهلا وسهلا، ما بيجي مع السلامة. ايه خلاص بكره بعد ما يجي. على عيونك إلهي تبتني هي وفرج. ماني بيضة رفت رفت فوق فوق راسي فوق فوق راسي حمامة بيض حبي الصبر حبي المساء أمي يا أمي 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 لك شو بدك؟ ييتو برنيجي الحمد لله على السلامة. غلي قلبي عليك ليش لهلا؟ أمي كنا معزومين على عشاء عمل بالميرديان. ليه ريحتني يعني بلا ما أحط لك عشاء. لك شو ما تحطي عم قلك عشاء عمل يعني الواحد لازم يترك نص الصحن مليان. يعني حط. إيه حطي روحي. أمي. إيه. حسبوا حسابكم بكرة جايين بيت عمي يسهروا هون. إمتى؟ المساء. يعني سهرة. إيه سهرة. عمي فضينا من وقته ساعة وربع أمه بجوز يطلوا يسهروها بس ما بتوقع. شو طبخي اليوم؟ ما بعرف كوسر شو عاملة، على كل إن أنا لسه كمان ما تعشيت. شو ها؟ فاصولية حب يابسة؟ إن شاء الله بحب حب بدنك، بتعرفيني ما بحب الأكل تروح تطبخيها؟ هذا اللي طلع معي، شو مسوي لك يعني؟ أمي؟ يا أمي، طلعي هذا البيت ما بقى ينطق بنوها. تعرفني ما بحب لك تفرط تطبخيها اصلا مين الشغله بدك اياها؟ طول بالك تقبرني طول لا تنهز. لك بتعرفي ما بحب لك الاكله ليش تطبخيها؟ ايه بلا ما ياكلها يجي ياكل لبن مع رز. رز؟ بدلك يفز؟ ما عاد بدي اكل راح اكل بشي مطعم انا ما عاد بدي اكل. تقبرني استنى على بالي لك بطل لك تعا وين رحت؟ عجبك هيك صرصوعه؟ ليش انا شو عملت؟ كل علي بس اول شغله بس بدكم تستلموني وتبهدلوني.